مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. وفي هذا الاثناء ودابا تقريبا قادنا 4 ساعات على 5 كنشوفوا تلاميذ البكالوريا كيغادروا المؤسسه بعد اجتيازهم للغه الاجنبيه الثانيه اللي قالوا لك في المتناول، لكن كل شيء كيتشكى من الفيزيك اللي كان صعيب وصعيب عليهم، والامهات كذلك كيتشكاو من الفيزيك. قال لك وليداتنا تكرفصوا في ماده الفيزياء، داكشي اللي حطوا لهم شي حاجه اللي ما قراوش على حساب القول ديالهم. نتمنوا الخير ان شاء الله. وانا غنشوف. السلام عليكم، انا دايره واحد المباشر، قريت جاوبي معايا على قلتي لي كانت الصباح صعيب الحال. كان صعيب اختي بزاف على التلاميذ، بزاف هذا الشيء اللي مساكن عاشوا الصباح صعيب عليهم وفوق طاقتهم، يعني ما داروش لهم داك الشيء اللي قراو تبعوا على حسب النسبة اللي كثيرة قرات، هما راه ما قراو داك الشيء محدود. يعني هذيك المادة اللي طول الشهر هما يحافظوا على زعما فيها ومركزين عليها ما تحطتش، تحطت واحد المادة قالت لهم عمرنا قريناها لا في المدرسة لا مع الأساسات اللي كيقولوا عندهم. ياك يعني جاتهم صعيب؟ دابا هاد الهضرة اللي قلت لك التلميذ غيقول لك أحسن مني، حق الله العظيم. هذاك الشيء اللي قالوا لنا ولادنا رجعنا ماشي هو اللي واخا تشاركي معايا؟ واخا كي جاتك دابا العشيه كان شويه اللغه الانجليزيه احسن من الفيزيك كان صعيب بزاف، وشي حوايج كاينين ما عمرنا شفناهم، وتا الدروس اللي ما خصهمش يتحطوا تحطوا. هذيك لا سيمين اللي حنا بركنا فيها وما رجعنا فيها والو، تحطوا تقريبا داك لو بوا كامل اللي ما قريناش فيه، وتحطوا شي تمارين اللي ما عمرنا حنا خدمناهم في القيصر. بحال اول مره غنشوفوا هذيك الماده، شي حوايج ما تخيلتش على بالك. الكيمياء صعيب، عندك النواوي صعب من الكيمياء نفسه بزاف، ودرنا جهدنا وكمل الله. ونتمناو الخير غدا في الرياضيات ان شاء الله. ان شاء الله نتمناو الخير في مادة الرياضيات. يقدر يكون هذا صعيب وما المعنويات ما يبقاش يهمنا الفيزيك. المهم دابا نسي الفيزيك حمونا لغدا ان شاء الله. نتموتيفاو على شي حاجة أخرى. شي 18 في المرة ان شاء الله. الله يوفقكم يا بنتي. السلام عليكم. وحده من بنياتك دوزات الباك ياك؟ ان شاء الله. كي جاها الامتحان دوزت المواد الفيزيك والانجلي؟ دوزات الفيزيك والانجلي، الانجلي راه باقي ما شفناش يلاه خارجه، ما عرفنا شنو هذا، المهم على حسب ما تيقولوا الوليدات هنايا، قال لك الانجلي شويه، ولكن الفيزيك راه قصحوا معاهم واحد شويه. وكان انا بعدا كنوجه واحد توجيه للسي ام زازي اللي دار التعليم عن بعد، يعني ما خدامش الوليدات، يعني بزاف الوليدات اللي هما في العمومي ما تيخدموش معاهم الاساتذه ديالهم، يعني الخصوصي راهما خدامين معاهم، يعني راه كيتخلصوا، ولكن العمومي تخلوا على الوليدات، تخلوا على التلاميذ ديالهم، يعني الوليد ما تيقلب تيمشي يبحث، هو تيبحث على شي استاذ اللي غيخدم معاه، يعني هادشي اللي كاين اختي، هادشي اللي غنقول. ونتمناو لهم خير غدا ان شاء الله. نتمناو لهم خير ان شاء الله، غدا يكون خير ان شاء الله في الماط، هادشي اللي كنتمناو. نتمنى لهم غدا ان شاء الله. راه وليداتهم قبل ما يكونوا وليداتنا، نطلب الله يشوفوا فيهم غدا بعين الرحمه، هادشي اللي غنقول. نتمناو خير ان شاء الله. كيف تبعتوا معنا مشاهدينا الامهات، قال لك راه حنا حفظنا مواد الباك، راه حنا ولينا عارفين مع وليداتنا مع وليداتنا كل شيء. كنتمناو انا غدا ان شاء الله في الرياضيات، من الرياضيات يكون خير. ونتمناو حتى الامهات قالوا كنتمناو حتى الاساتذه يكونوا مرفقين في التصحيح مع وليداتهم، كيعرفوا انا 3 شهور هما ما كانوش كيغادروا المنازل، يعني صعيب الحال باش الانسان يخرج من فتره ديال الحجر الصحي ويجي للامتحان ويدوز الامتحان، شي حاجه صعيبه. وحنا بدورنا كنتمناو من الاساتذه، يعني حنا هذا الزمن باك استثنائي في زمن كورونا، كنعرفوا الظرفيه الصعيبه، ومازال وليدات مراهقين، مازال في المراهقه، مازال غتشدهم شويه الخلعه، ما غيقدروش ينضبطوا. كنتمناو ان شاء الله خير باذن الله تعالى، ويكونوا الاساتذه رفقاء مع الطلبه، ونتمناو لهم ان شاء الله النجاح وينتقلوا للمرحله الثانيه يا ربي. مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في امان الله والى اللقاء.